برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زين رئيسة مجلس النواب، عقد المجلس صباح اليوم جلسته 16، وعقب الجلسة أدلى سعادة الدكتور ياسر صقر الشراوي القائم بأعمال الأمين العام لمجلس النواب بتصريح استعرض من خلاله أهم الردود الوزارية على الأسئلة النيابية التي تقدم بها أصحاب السعادة النواب حول خطط واستراتيجيات وزارة الكهرباء والماء لتطبيق المبادرة رقم 3 من برنامج التوازن المالي، وحول تكلفة شراء وحدة الكهرباء والماء من الشركات والموردين على اختلافهم. وفيما يتعلق بالمشاريع بقانون، قرر المجلس سحب تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، والخاص بمشروع قانون بتعديل المادة 137 من المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب حول عدد الأسئلة التي يجوز للعضو أن يقدمها، فيما وافق على تقريرين عدتهما لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي لشركة المدفوعات الخليجية، والآخر حول السجل التجاري والخاص بشأن تراخيص السجلات التجارية، وتمت إحالتهما إلى مجلس الشورى. وعلى صعيد آخر، ناقش المجلس في جلسته تقارير اللجان البرلمانية بخصوص الاقتراحات برغبة، وقرر الموافقة عليها وإحالتها إلى الحكومة. سألنا سعادة وزير الكهرباء عن مبادرات واستراتيجيات وخطط وزارة الكهرباء في تنفيذ المبادرة رقم 3 التي تعنى بالموازنة ما بين المصروفات والإيرادات في وزارة الكهرباء، فأجاب سعادة الوزير من 3 محاور. 1 اللي هي المصروفات، ترشيد في المصروفات، دعم المصروفات، والأمر الآخر ترشيد في الإنفاق والتحديات التي ذكرها سعادة الوزير.